السلام عليكم ورحمة الله. أسئلة مادة الرياضيات للصف الثاني المتوسط، امتحان نهاية السنة، أسئلة طالباتي نشرتها هسه، شوفوها وحليتها، لكن شوية الفيديو يطول، يلا يحمل تقريبا بالعشرين دقيقة، لأن حال وحليتها كلها وست أسئلة ألف وباء، وحليتها كلها وبطريقة حلوة وتفتهموها عليها، استفادوا من عدها. للي بعد ما امتحن رياضيات اعتيادي، اليوم امتحنوا اول يوم، وهشوفوها وبعدين انزل لكم الحل، قلت لكم الفيديو تحت التحميل.